السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بي سي ان فاسيل. اليوم غادي نشوفوا اخر فقرة في لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال اللي هي اكزومبل دو موفمون، امثلة لبعض الحركات. هاد الفقرة هادي مهمة بزاف. علاش؟ حيت في التمارين كل مرة كيحطوا لكم واحد نوع من الحركة، دونك ان تيب دو موفمون، وكل حركة خاصني نخدم ليها التمرين ديالها باش نعرف كيفاش نتعامل معها. في هاد لا سيونس هادي غادي نبداو بالحركه المستقيميه، لو موفمون ريكتيلي. دونك شنو كنقصدو بلو موفمون ريكتيلي؟ اول حاجه غادي نعتبر واحد الموبيل اللي كيتحرك على واحد لا دغوات، يعني على واحد المستقيم. لو موبيل ديالنا غادي سيبوزي بانه انطلق من هاد لو بوين اللي غنسميوها او اللي هي لوريجين، ونفترضوا بانه وصل هاد لو بوين اللي هي ان. دونك لو موبيل ديالنا ملي كيبقى يتحرك، شنو هما لي كوردوني اللي كيبقاو يتبدلوا على حسب لا فيغور؟ يعني كنلاحظ بانني نقدر ناخذ غير لاكس اكس، راه كافي باش ندير لو روبيراج ديال لو موبيل ديالي، وغادي يكونوا لي كوردوني ادابتي، يعني لي كوردوني المناسبين عندي هنايا في هذه الفقره، هما لي كوردوني كارتيزيان، حيت لو موبيل ديالي ما كيدورش، عنده حركه مستقيميه فقط، يعني غادي نستعمل لي كوردوني كارتيزيان. بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان، راه اكس واحد راه كافي باش ندير لو روبيراج. لاكس ديالي هو لاكس اكس، لوريجين ديالو هو او، والفيكتور يونيتير ديالو هي او اكس ولا اي كما كنسميوها في لي زيكزيرسيس. دونك الا بغيت نكتب الفيكتور بوزيسيون، فيكتور بوزيسيون في الحاله ديالنا كي غتكتب، غتكتب او ام ايغال، بويسك عندي غير اكس هو اللي كيفاري، يعني هو اللي كيتغير، يعني غتكون او ام هي اكس سويفون او اكس، ولا كما قلت بعض المرات تيرمزون هاد اكس باي. ما غاديش ندير بلس y سوفون y حيت ما عنديش اكس y ولا لاكس z، عندي غير لاكس x. بالنسبه للفيكتور فيتاس شفناها قبل، غتكتب هي x بوين سوفون ux. دونك كنلاحظ بان الفيكتور فيتاس راه بورتي بار لو فيكتور ux، يعني الا بغيت نمثلها في لو بوين m غادي نمثلها كونفوندو مع لا تراجيكتوار، هادي هي v. وفي الحاله ديالنا هاد x بوان نقدروا نرمزوا ليها ب في اكس، اللي غتمثل ليا بحال الا لابسيس ديال لا فيتاس، يعني افصول السرعه. باش نمروا للفيكتور اكسيليراسيون، الفرق ما بينها وبين لا فيتاس ان في لا فيكتور اكسيليراسيون كتكون عندي اكس دو بوان سويفون او اكس، يعني حتى لاكسيليراسيون غادي تكون بورتي بار اش بار لو فيكتور او اكس. كذلك ممكن نرمزوا لاكس دو بوان ب ا اكس الا بغينا. دونك هادو هما لي كوردوني ديال فيكتور فيتاس، الفيتاس و لاكسيليراسيون في لاباز ديالنا اللي اختاريناها هي في لاباز كارتيزيان. دونك كونكلوزيون، الا كانت عندي موفمون ريكتيلين، لاباز لا بلو سامبل لي ممكن نختارها هي لاباز كارتيزيان، و كنحيد جوج ديال لي كوردوني كيبقى ليا كوردوني واحد هو لي كيفاري. دابا نشوفو دي كا بارتيكولي، يعني حالات خاصة. الكان الاول، سي في اي كونستانت، الا كانت الفيتاس كونستانت، اشنو كنقولو؟ كنقولوا بان لو موفمون اي ريكتيلين اونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه. دونك في هذه الحاله غادي نرجعوا لداكشي اللي لقينا قبل، اور لقينا بان في هي اكس بوان سويفون او اكس. الا درنا لهادي الموديول، يعني غادي نحيد لي فيكتور، في هي نيت اكس بوان، اللي هي نيت في اكس الا بغيت، في هي اكس بوان هي نيت في اكس. دونك من هنا نقدر نكتب ان اكس بوان نرجعها هي دي دو اكس سور دي دو تي كتساوي في، ونقدر نلقى واحد الحاجه كنسميوها ليكواسيون اوغيغ اللي هي المعادله الزمنيه. كيفاش غادي نلقاوها؟ يكفي انني نرجع دي دو تي لعند في، يعني غتعطيني دي دو اكس هي في فوا دي دو تي، وغادي ندخل الانتيغرال باش نوصل لواحد العلاقه. هذا البرهان هذا، هاد لا ديمونستراسيون هادي ماشي بالضروره تحفظوها، ولكن لا غولاسيون فينال اللي غنوصلوا ليها هي اللي مهمه. دونك الى درت الانتيغرال هنايا وهنايا، هنا غادي نانتيغري من اكس 0، يعني من واحد البلاصه بدا منها حتى لواحد اكس وصل ليها. وبالنسبه لهنايا غادي نسيبوزي بانني بديت من لانستون 0، يعني في اللحظه 0 باش بدا الموبيل كيتحرك، حتى لواحد لانستون تي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نقلبو على البريميتيف ديال واحد هنايا، حيت كاين هنا واحد فوا دي دو اكس، وبالنسبه للفي راه في نقدرو نخرجوها حيت كونستونت. دونك شنو هي البريميتيف ديال واحد؟ بريميتيف ديال واحد يعني الداله الاصليه ديال واحد هي اكس. دونك هنا غادي ندير هي اكس من اكس 0 حتى لاكس، وفي الجهه الاخرى الا خرجنا في غتبقى ليا واحد في بلاصه في، والبريميتيف ديال واحد حيت عندنا الفاريابل هو تي
غتكون بريميتيف ديالو هو تي. ردوا البال هذه المساله هذه، هنا راه عندي الفاريابل هو اكس وفي الجهه الاخرى عندي الفاريابل هو تي، دونك هنا غادي ندير لانتيغراسيون من صفر حتى لتي. دونك القواعد ديال الانتيغرال كندير اكس موا اكس 0، وهنايا غادي ندير في فاكتور ديال تي موان 0. دونك الا حيدنا هادي شنو غادي نلقاو فينالمون؟ الا رجعنا اكس 0، الا رجعنا اكس 0 للطرف الاخر، غادي نلقى بان اكس كتساوي في فوا تي بلس اكس 0. دونك هادي هي اللي كنسميوها ليكواسيون اوغير. هاد ليكواسيون اوغير اللي هي المعادله الزمنيه، من طبيعه الحال اكس راه كيكون فواحد لانستون دوني، حيت ملي كيبقى يتحرك لو موبيل بحال الا لابسيس ديالو كيتبدل او كور دو طون. في هي لا فيتاس ديالو اللي هي كونستانت، راه خرجنا علاش خرجنا حيت قلنا بان اون كونستانت يعني ثابته، و اكس 0 كتمثل ليا لابسيس لانستون تي كتساوي صفر، يعني خصني نقلب على الاوفسول باش نطلق منه لو موبيل. الا كان لو موبيل نطلق من لوريجين دونك راه لابسيس كيساوي صفر، الا نطلق من شي بلاصه اخرى لابسيس ما كيساويش صفر. دونك هذا بالنسبه لاش لو موفمون قلنا ريكتيني اونيفورم، هذه الحاجه اللي خصني نكون عارف عليها. الا كانت عندي موفمون ريكتيني اونيفورم نكون حافظ ليكواسيون اوغير ديالها. من بعد فواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون غادي نشوفو كيفاش غنطبقو هاد لا غولاسيون. مساله اخرى باش ما نساوهاش، بما ان في كونستانت في الحاله ديال موفمون ريكتيني اونيفورم راه لاكسيليراسيون غادي تكون كتساوي صفر. لاكسيليراسيون غادي تكون كتساوي صفر، يعني ما كاينش اكسيليراسيون عند لو موبيل، يعني ما كايناش اكسيليراسيون عند لو موبيل. وعلاش لاكسيليراسيون كتساوي صفر؟ حيت ا كتساوي دي دو في سور دي دو تي، و في راه كونستانت، دونك الا درت لا ديريفي ديال في غتعطيني زيرو. هادي في الموفمون ريكتيني اونيفور. ندوزو للحاله الثانيه، سي الا كانت هاد المره ا اللي هي كونستانت ماشي في هي اللي كونستانت، الا كانت ا كونستانت فهاد الحاله كنقولوا موفمون اونيفورمومون فاري، يعني حركه متغيره بانتظام. كنقصدوا متغيره بانتظام يعني تقدر تكون متسارعه اكسيليري ولا متباطئه غوتاردي. فهاد الحاله تيوليو عندي جوج ديال لي زيكواسيون اوغير، جوج ديال لي زيكواسيون اوغير. شنو هاد لي زيكواسيون اوغير؟ ليكواسيون الاولانيه اون كنعرفوا بان الاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال لا فيتاس بارابور ا تي. نفس الطريقه اللي غادي ندير كما درت قبل بالنسبه لاكس، غادي نحاولوا نديروا لانتيغراسيون، سيتادير دي دو في غتعطيني هي ا فوا دي دو تي بنفس الكيفيه، وغادي نديروا لانتيغراسيون هنايا من في 0 مثلا حتى لواحد في، وهنايا غادي ندير من 0 حتى لتي. الى تبعت نفس المراحل غادي نلقى في دو تي كتساوي ا فوا تي بلس في 0، نفس الطريقه اللي درنا قبل. وهذه هي اول ايكواسيون اوغير اللي تلقاها بالنسبه للموفمون اونيفورمومون فاري. في اشنو كتعني ليا؟ يعني ان لو موبيل ملي كيبقى يتحرك لا فيتاس ديالو كتبدل اون فونكسيون دو طون. ا كنسميوها لاكسيليراسيون ديال لو موبيل اللي هي اكسيليراسيون كونستانت، و تي هو الفاريابل ديالنا، و في زيرو كنسميوها لا فيتاس انيسيال، هي لا فيتاس باش بدا لو موبيل كيتحرك. نكتبوها هنايا، سيتادير هاد الفيتاس انيسيال في لانستون تي كتساوي زيرو. دونك هادي بالنسبه ليكواسيون اوغير نيميرو 1. ندوزو ليكواسيون اوغير نيميرو 2. كيفاش غادي نلقاو ليكواسيون اوغير نيميرو 2؟ اور كنعرفو بان في اللي هي نيت في اكس، حيت عندنا يعني موفمون على واحد لاكس، يعني لا فيتاس جلوبال ولا فيتاس توتال هي نيت لا فيتاس سولون اكس، هي دي دو اكس سور دي دو تي. اللي لقيناها على حساب ليكواسيون اوغير اللي كانت قبل، لقيناها هي ا فوا تي بلوس في زيرو، هادي هي في. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الكيفيه غادي نرجع دي دو تي للجهه الاخرى. الا رجعنا دي دو تي غادي نلقى دي دو اكس كتساوي ا تي فوا دي دو تي بلوس في زيرو فوا دي دو تي. غادي عاود نديرو لانتيغراسيون بهذا الشكل هذا. غادي نقدروا نخرجوا ا حيت راها كونستانت. بالنسبه لدي دو اكس غادي انتيغري من اكس 0، يعني من واحد اكس انيسيال حتى لواحد اكس. بالنسبه لتي ديما تنانتيغري من صفر حتى لتي، وهنا عاوتاني عندي الفاريابل تي دونك من صفر حتى لتي. بالنسبه للتيرم الاولاني عندي دي دو اكس، يعني البريميتيف ديال ان غتكون هي اكس، دونك غادي انتيغري اكس من اكس 0 حتى لاكس. هنا غادي نخرجوا ا وبقات لي تي. هنا نردوا البال بان البريميتيف ديال تي راه هي تي او كاري سور 2، هي تي كاري سور 2 من 0 حتى لتي. وهنا غادي نخرجوا في 0 حيت كونستانت، وغتبقى لي البريميتيف هي تي ديال 1 من 0 حتى لتي.
الى عاوتاني درت الحساب غادي نلقى فينالمون بان اكس دو تي كتساوي ان دومي ا تي كاري بلس في زيرو تي بلس اكس زيرو. هادي هي ليكواسيون اوغيغ نيميرو 2. هاد لي زيكواسيون اوغيغ راه ماشي جداد علينا حيت راه هادو خدمتو بهم في الباك في الميكانيك. دونك اللي دار الميكانيك اللي وصل الميكانيك غادي يكون عارف بان هادو كنسميهم لي زيكواسيون اوغيغ كنخدمو بهم اللي كتكون عندنا موفمون اونيفورمومون فاري. وبالنسبه للموفمون الا كانت عندنا موفمون ريكتيني اونيفورم راه كتكون ايكواسيون اوغيغ وحده. دونك غادي ندوزو للتمرين التطبيقي باش نعرفو نطبقو هاد لي زيكواسيون اوغيغ. اكزيرسيس دابليكاسيون سور لو كي d'une gare, une voyageuse en retard court pour essayer de prendre son train à une vitesse constante V égale à 8 mètres par seconde. قالوا لي في الاكزيرسيس sur le quai يعني على رصيف واحد محطة القطار مسافرة voyageuse كانت متأخرة court يعني كتجري pour essayer يعني كتحاول انها تلحق بالقطار اللي فاتها وكانت غادية بواحد الفيتاس اللي هي V كتساوي 8 متر على السكوند. Le train démarre alors qu'il est encore à 40 mètres du dernier wagon. هاد القطار هذا ديمارا وكانت هي بعيده ب 40 متر على اخر عربه ديال القطار. L'accélération constante du train est a égale à 0,5 mètres seconde moins 2 يعني تسارع ديال القطار هو 0.5 متر سكوند موان 2. يعني بصيغه اخرى الوقيته فاش هي بدات كتحرك بغات تلحق بالقطار القطار ديمارا وكان التسارع ديالو هو 0.5 يعني في الاول كانت السرعه ديالو صفر وبدات السرعه ديالو كتزاد ب 0.5 متر على الثانيه كل ثانيه. السؤال الاول كيل سوغا لو طون نيسيسير او فواياجوز بور غاتخابي لو طران. يعني السؤال قال لنا شحال ديال الوقت خاص هاد المسافره باش تلحق على القطار اللي فاتها. دونك كيفاش غادي نجاوب على هاد النوع ديال الاسئله؟ دائما كنفكر في لي زيكواسيون اوغيغ. فيما تلقاو شي سؤال فيه غاتخابي يعني شيء يبغى يلحق على شيء اخر فكروا في لي زيكواسيون اوغيغ اللي درنا قبل. دونك نردوا البال هنا بان عندي جوج ديال لي موفمون. لا فواياجوز عندها موفمون ريكتيني يونيفورم حيت عندها فيتاس كونستانت وبالنسبه لو طران عنده موفمون يونيفورمومون فاري يعني حركه متغيره بانتظام. نبداو بالنسبه لا فواياجوز. بالنسبه لا فواياجوز بما ان عندها موفمون ريكتيني يونيفورم دونك خصني نكون حافظ ليكواسيون اوغيغ في الكاد ديال موفمون ريكتيني يونيفورم اللي هي x de t égale à v fois t plus x0. Donc cette équation aurait radi شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا بان لا فواياجوز ملي كتبقى تحرك x ديالها لا بوزيسيون ديالها كتبقى تغير اون فونكسيون دو t ملي كيبقى يتغير الزمان لا بوزيسيون x كتبقى تغير. اما v مع x0 راه هما دي كونستانت توابيت v راه عطاوها لكم. بقى لي المشكل دابا في x0 كيفاش غادي نلقاها؟ باش نلقى x0 دونك انا اللي خاصني نزيد اكس من عندي اللي هو اكس x اللي ديجا هما اللي كيتحركوا عليه لا فواياجوز مع لو طران وغادي ناخذ لوريجين ديالو هو لوريجين اللي انطلقت منه لا فواياجوز. دونك غادي نحط لوريجين ديالو هنايا هو او وهذا هو الاكس ديالي اللي هو x. دونك غادي بحال غادي نسيبوزي بان لا فواياجوز انطلقت من لوريجين او ولكن لو طران كاين على بعد 40 متر هاد المسافة هادي 40 متر من لا فواياجوز. دونك على حساب مرسمنا إلا اعتبرنا لا فواياجوز بدات من لوريجين يعني راه x0 راه كتساوي 0 يعني راه انطلقت من لوريجين. دونك شنو غيبقى ليكواسيون اوغيغ ديالها؟ غتبقى x نقدروا نسميوها xv باش ما تخلطليناش مع ليكواسيون اوغيغ ديال لو طران. xv كتساوي v فوا t و v نقدر نغومبلاسيها بلا فالور ديالها اللي هي xv إيكالا 8 فوا تي. دونك كتلاحظوا بأن في ليكواسيون أوغيغ ما كنغومبلاسيش إكس في أو تي حيت هما دي فاريابل. بحال مثلا هاد ليكواسيون هادي كون سولونا شحال المسافة اللي قطعتها من بعد 4 سكوند غادي ندير 8 في 4 ونعرف لا ديستونس باركوري. ندوزو دابا لو طران. بالنسبة لو طران عنده موفمون يونيفورمومون فاري يعني خصني نكتب ليكواسيون نيميرو 2 ديالو اللي هي إكس دو تي إيكالا 1 دومي أ فوا تي كاري plus v0 fois t plus x0. شنو من الحوايج اللي غيتحيدوا في هذه ليكواسيون اوغيغ؟ اول حاجه بان لو طران كان واقف هو يديماري يعني لا فيتاس انيسيال ديالو كانت صفر. الا كان واقف وبدا يتحرك راه لا فيتاس انيسيال كتساوي صفر. بالنسبه لx0 لو طران راه ما بداش من صفر هو مدى من لا ديستونس اللي هي 40
بحال الا كان بعيد من لوريجين ب40 دونك غادي تكون x0 هي 40 دونك افيك x0 ايغال ا 40 متر وعطاوني لاكسيليراسيون اللي هي 0.5 دونك غادي نغومبلاسي دونك غادي نلقى x دو تي هي 1 دومي غادي نغومبلاسي ا ب 0.5 فوا تي كاري بلس 40 الى حسبنا 0.5 قسمناها على جوج غادي نلقاو 0.25 ونفس المساله غادي هاد اكس دو تي غادي نرمز ليها باكس تي ديال لو تران يعني لابسيس ديال لو تران كتساوي 0.25 فوا تي كاري بلس 40 هادي ليكواسيون اورير نيميرو 2 ديال لو تران دابا عاد غادي نقدر نجاوب على لا كيسيون ديالي الوقيته فاش لا فواياجوز غادي تلحق بلو تران يعني لا فواياجوز مع لو تران غادي يكونوا في نفس لا بوزيسيون بصيغة أخرى غادي يكون عندهم ميم أبسيس دونك نعاود الوقيته فاش غادي تلحق لا فواياجوز بلو تران غادي يكونوا في نفس لا بوزيسيون يعني يكونوا ملاقين كونفوندون يعني غادي يكون عندهم ميم أبسيس دونك غادي نكتبوها دونك غادي نكتبوا لا فواياجوز rejoint le train si يعني المسافرة غادي تلحق بالقطار إلا تحقق الشرط الثاني أن x ديال la voyageuse غادي يكون كيساوي x t ديال le train يعني بجوجهم غادي يكونوا في نفس la position يعني غادي يكون عندهم ميم أبسيس وكل يعني كل x غادي نعوضها بالإكسبريسيون ديالها x v غادي نغومبلاسيها ب 8 t وغادي نغومبلاسي x t ب 0.25 فوا t كاري بلس 40 كنلاحظ بانني لقيت ايكواسيون دو دوزيام دوغري وحنا كنقلبوا على تي دونك خاصني نحاول نلقى تي في هذه الحاله غادي نحتاج شويه ديال الرياضيات حيت خاصني نكون عارف كيفاش كنحل معادله من الدرجه الثانيه دونك غادي نرد 8 تي للجهه الاخرى دونك غتكون هي 0.25 تي كاري موان 8 تي بلس 40 ايكال 0 دونك بحال عندنا ليكواسيون ماتيماتيك اللي هي ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ايكال 0 عندنا ا هي 0.25 عندنا ب هي موان 8 وعندنا سي هي 40 دونك كيفاش غادي ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون غادي نحسب دلتا لو ديسكريمينون اللي هو دلتا دونك كندير بي كاري موان 4 فوا ا سي هادشي ضروري خصني نكون عارفه خصوصا في الفيزيك دونك بي كاري بي هي موان 8 كاري موان 4 و ا هي 0.25 فوا سي اللي هي 40 دونك الا حسبنا هذه غادي نلقاوها 24 اون فوا كنحسب دلتا كنقول بان ليكواسيون ادمي دو سوليسيون غيكون عندها جوج ديال لي سوليسيون السوليسيون الاولى غنسموها تي ان اللي غتكون هي موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا والثانيه اي تي 2 ايغال موان بي بلس راسين دلتا sur 2 ans. واحدة فيها بلوس واحدة فيها موان. دونك غادي نغومبلاسي تي ان ايغا. ب هي موان 8 مع ديك الموان غتولي هي 8 موان راسين دلتا هي 24 سور 2 فوا ا اللي هي 0.25. بنفس الطريقة هنايا غادي نكتبو تي 2 ايغا 8 بلوس راسين 24 سور 2 فوا 0.25. دونك غادي ندير لابليكاسيون نيميريك شنو غادي نلقى؟ دونك بالنسبة لتي 1 غادي نلقى تي 1 égal 6,2 secondes au bensbel T2 radilka 25,8 secondes. Est-ce qu'il y a une juge les solutions les rites qui est ni ou bien la voyageuse quatre quatre le train le train juge les instants quatre quatre le train à l'aimer bête c'était seconde c'est pas facile à juste seconde ou trois quatre le train à l'aimer bête comme c'est une série facile à tenir seconde غتقولوا لي ما يمكنش ولكن حنا تنهضروا على اخر عربه العربه الاخرانيه في لو تران يعني في المره الاولانيه فعلا من بعد 6.2 سكوند غادي تلحق بالعربه الاخرانيه ولكن تقدر تركب تقدر ما تركبش من بعد غادي تفوت لو تران غتفوتو و لو تران بويسك هو كي اكسيليري هي كترجع للور كترجع للور يعني واحد الوقيته عاوتاني غتلاقى مع العربه الاخرانيه من بعد 25.8 سكوند وتقدر تطلع فهاد لانستون هادي دونك عندها جوج حلول يا اما في المره الاولانيه فاش لحقات بلو تران طلع ولا تفوت لو تران وتسنى لو تران حتى يوصل عليها وطلع من بعد 25.8 سكوند ممكن نزيدو دي كالكول نقدر نعرفو شحال لا ديستونس اللي قطعتها لا فواياجوز في هاد الحاله
نرجع ليكواسيون اللي هي x v كتساوي 8 فوا t. بغيت نعرف لا ديستانس اللي غتقطع على فواياجوز من بعد 6.2، دونك غادي ندير 8 مضروبه في 6.2 غتعطينا 49.6 متر. دونك في الحاله الاولانيه غتكون لا فواياجوز قطعات 49.6 متر من بعد ما ديماغا لو طران وغتلحق عليه. يعني لو طران شحال قطع هاد المسافه؟ قطع يلا 9.6 متر حيت كان اصلا بعيد عليها ب 40. في الحاله الثانيه نفس الحاجه، الا بغيت نعرف شحال لا ديستونس اللي قطعتها لا فواياجوز غادي ندير 8 فوا 25.8 اللي غتعطينا 206.4 متر. بالنسبه للحاله الثانيه غادي تكون قطعات مسافه كبيره اللي هي 206.4 متر وغادي تلحق على لو طران كما قلت. يعني كما قلت غادي تكون هي فايته لو طران ولو طران كي اكسيليري، يعني بحال هي راجعه للور واحد الوقيته تقدر طلع لو ديرني فاغون. ندوزو للسؤال الثاني، لا دوزيام كيسيون، دون لو كا او لو ديماراج دو طران ا ليو لورسك لو ديرني vagon est à 100 mètres de la voyageuse. La voyageuse rejoindra-t-il son train? Sinon, à quelle distance minimale s'en trouvera-t-il? قالوا لي في هذا السؤال هذا، إلا هاد المرة بدنا المسافة ما بين لا فواياجوز و لو طران والتي هي 100 متر، واش هاد المرة لا فواياجوز غادي تلحق بلو طران؟ إلا ما كانش غادي تلحق، يعني شحال لا ديستونس مينيمال باش غادي تقرب من لو طران؟ دونك نفس الحاجه غادي نديروها، غادي نتبعوا نفس لي زيطاب. دونك بالنسبه لا فواياجوز ليكواسيون ديالها اكس في ايغالا 8 فوا تي ما غادي تبدلش، وبالنسبه لو طران غتبدل ليكواسيون ديالو غتولي هي 0.25 تي كاري وبلاص 40 غادي تولي 100 متر. نفس الحاجه غادي ندير اكس في ايغالا اكس تي وغادي نعاود ندير لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون دو سكوند دوغري ونقلب على تي. دونك الا درت ليغاليتي غادي نغومبلاسي اكس في ب 8 فوا تي والاخرى غادي نغومبلاسي هنايا 0.25 تي كاري بلس 100. نفس الحاجه غادي نحولو 8 تي لوت كوتي، دونك غتعطينا 0.25 تي كاري موان 8 تي بلس 100 ايكال 0. يعني بحال لي زيتاب ديال لا كيسيون بريسيدونت. غادي نعاودو نحسبو دلتا ديال هاد ليكواسيون هادي، غادي نلقاو موان 8 كاري موان 4 فوا 0.25 فوا 100. غادي نحسبو دلتا في هاد لوكا، هاد المرة غادي نلقاو موان 36، يعني لو ديسكريمينون اللي هو دلتا غادي نلقاوه انفيريور ا 0. في هذه الحاله بويسك لقينا دلتا انفيريور 0 سيتادير بان ليكواسيون ديالنا نادمي با دو سوليسيون، ما عندهاش حلول. يعني بصيغه اخرى ما يمكنش لا فواياجوز تلحق على لو طران الا كان بعيد عليها ب 100 متر. دونك الا ما كانش غادي تلحق عليه شحال لا ديستونس باش غادي تقرب من لو طران؟ لا ديستونس مينيمال باش تقرب من لو طران. دونك باش نفهموا اكثر، الا كانت لا فواياجوز في هاد لا بوزيسيون اللي هي اكس في و لو طران كاين في هاد لا بوزيسيون اللي هي اكس تي، يعني واحد الوقيته ما غاديش تلحق على لو طران ولكن غتقرب منه بواحد لا ديستونس اللي هي دي باغ اكزومبل، نسميوها دي ام، يعني ديستونس مينيمال. دونك شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين هاد لي غروندور كاملين؟ اون دونك غادي نكتب اكس دو تي كتساوي اكس في بلس ديك لا ديستونس دي باش غادي تقرب لا فواياجوز من لو طران. دونك دي ديالنا شنو كتساوي؟ كتساوي اكس تي، الى حولنا اكس في لوتر كوتي دونك غتولي هي موان اكس في، و اكس تي قلنا هي 0.25 فوا تي كاري بلس 100 و اكس في راه هي موان 8 فوا تي. دونك حنايا بغينا نقلبو على امتى غتولي هاد لا ديستونس مينيمال. هاد النوع ديال الاسئله صعيب شويه ولكن كل اكزرسيس حاولوا تعلموا واحد لا ميثود واحد لاستوس، حيت في الميكانيك توقعوا اي سؤال ممكن يطرح لكم. دونك امتى غادي تولي دي مينيمال؟ خاصني نقلب على لانستون تي فاش غتولي دي مينيمال. ماتيماتيكمون واحد لا غروندور غادي تولي مينيمال الا كانت لا ديريفي ديالها كتساوي 0، هذه قاعده. دونك غادي نكتب دي هنايا، دي اي مينيمال سي لا ديريفي دو دي بارابور على فاريابل ديالنا اللي هو تي كتساوي 0. ديما في الفيزيك تعلموها،
سواء في الميكانيك سواء اللي تيقراو دابا الطيرمو ان شاء الله باقي غادي نديروه ولا لوبتيك، فيما تلقى شي كوندور قالوا لك في ليكزيرسيس راه مينيمال ولا ماكسيمال، يعني راه لا ديريفي ديالو بالنسبه لا فاريابل راه كتساوي زيرو. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نديريفي هاد ليكواسيون هادي كامله بارابور ا تي. دونك هي الديريفي ديال سور دي دو تي 0.25 تي كاري بلس 100 موان 8 تي كلشي ايكال زيرو. نديريفيو هاديك 0.25 في تي كاري، غادي نخلي 0.25 وغادي ندير في تي كاري اللي هي 2 تي. الديريفي ديال 100 هي 0 والديريفي ديال موان 8 تي، تي لا ديريفي ديالها هي 1، دونك كتبقى ليا موان 8 تي كالا 0. دونك من هادي غادي نخرج تي لا بغيتها، دونك كتعطيني هي 8، غادي ترجع للجهه الاخرى غتولي هي بلس 8، دونك كتولي هي 8 ديفيزي بار 0.25 فوا 2، دونك كتعطينا تي ايكالا 16 سكوند. هاد 6 سكوند دابا شنو كتعني؟ كتعني ليا بان لا فواياجوز غادي تقرب من لو طران ما غتلحقش بيه، غتقرب عليه لو ماكسيموم بوسيبل من بعد 6 سكوند وغتولي ما بينها وبين يعني لو طران كاينه واحد لا ديستانس مينيمال. دونك كيفاش دابا غادي نلقى لا ديستانس مينيمال؟ غناخد هاد تي هادي حيت هي تي مينيمال وغادي نرجع نعوض في لا غولاسيون ديال تي. دونك عندنا تي ايكال دي ام، دابا لا ديستانس مينيمال غتساوي هي 0.25 فوا، دونك قلنا غادي ناخذ هاد تي هادي وغادي نغومبلاسيها في هاد ليكواسيون هادي، دونك كتولي هي فوا 16 كاري بلس 100 موان 8 فوا 16، و الى حسبنا دي ام غادي نلقاها هي 36 متر. دونك هادشي بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي، حنا لقينا لا ديستانس مينيمال باش غتقرب لا فواياجوز من لو طران. La question 3, quelle devrait être à l'instant du démarrage la distance minimale entre le train et la voyageuse pour que celle-ci atteigne effectivement le dernier wagon. يعني هاد المره بحال بغا يجينيراليزيو لو كا، ما بغاوش ياخذوا لا 100 لا 40. يعني بصفه عامه شحال خصها تكون لا ديستانس ما بين لا فواياجوز و لو ديرنيي واغون باش تلحق لا فواياجوز بلو طران. دونك اللي غادي نديرو في لا كيسيون 4، هاد المره ما غاديش نخدمو ب 40 وما غاديش نخدمو ب 100، غادي نخدمو بواحد لا ديستانس دي اخرى. دونك غادي نشوفو، غادي نكتبو لي زيكواسيون اورير بالنسبه لا فواياجوز، ما كتبدلش ليكواسيون اورير ديالها، وبالنسبه لو طران غادي نديرو 0.25 فوا تي كاري بلس، ما غاديش ندير هاد المره 100 ماشي 40، ولكن غادي ندير واحد لا ديستانس نسميوها دي بري. نفس الحاجه غادي ندير ليكاليتي ما بين اكس في و اكس تي بور كو لا فواياجوز روجوان لو طران، اللي غتعطيني 8 تي ايكالا 0.25 تي كاري بلس دي بري. نفس الحاجه هي 0.25 تي كاري، غادي نحول 8 تي غتعطيني موان 8 تي بلس دي بريم ايكالا 0. غادي نحسب دلتا ايكال، دونك شنو غادي ندير؟ نفس الحاجه غادي ندير موان 8 كاري موان 4 فوا 0.25 فوا دي بري. علاش درت هاد العمليه هادي؟ دابا باش لا فواياجوز تلحق بلو طران خاص تحقق واحد الشرط، يعني خاص دلتا تكون سوبيور ا 0، حيت شفنا قبل في لو كان الاول شفنا دلتا سوبيور ا 0 لقينا بان لا فواياجوز روجوان لو طران، في لا كيسيون نيميرو 2 لقينا دلتا انفيور ا 0. دونك غادي نكتبو هنايا La voyageuse rejoint le train si il est qu'un delta supérieur ou égal à 0. Ramon qui ne sait delta 0. Fait le halat, c'est une seule solution. Donc, je vais vous dire à dire le cas. Je vais vous dire au carré 4. Je vais vous dire que je vais vous dire que je دونك هادي هي لا ديستانس اللي خاصها تحقق، ولا هادي هي لا كونديسيون اللي خاصها تحقق باش لا فواياجوز تلحق بلو طران. على الاقل لا فواياجوز الا كانت بعيده ب 64 متر راه غتلحق بلو طران. دونك نديرو هاد الحاله هادي سي دي بريم ايكالا 64 متر، في هاد الحاله غتلقاو دلتا ايكالا 0. دونك غادي تمشيو تحسبوا لي سوليسيون، دونك غادي تلقاو تي ايكالا موان بي
بلوس ولا موان غاسين دلتا سور 2a. في جميع الحالات راه دلتا غتساوي صفر، يعني غتبقى لكم سوليسيون وحده اللي هي موان بي سور 2a. وبي عندنا هي 8، دونك كتولي هنا 8 موان مع الموان هي 8 على 2 فوا 0.25 اللي غتعطينا 16 سكوند. الا بغيت نرفعو ثاني لا ديستونس اللي قطعتها لا فواياجوز، يسوفي انني ندير هي 8 فوا تي اللي هي 8 فوا 16 ايغالا 128 متر. ميعادنا ان شاء الله في لا فيديو الجايه باش نهضروا على الموفمون سيركولير. السلام عليكم ورحمه الله.